دخل المسلم إلى المسجد الحرام ماذا يصنع؟ مسجد الحرام مسلمان رشحان دي خوجي أنكوير المسجد الحرام كبقية المساجد لا يستطيع أن يجلس دون أن يصلي ركعتين مسجد الحرام ري أدري مجتهم بتقابزم ركعتي ترف مجتمي سلام لنخوت الصمي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن تحية المسجد الحرام الطواف محمد صلى الله عليه وسلم جي آوز جبي قشقوكم مسجد الحرام يسلام الطواف راشوا نعم لكن إذا دخلنا إلى المسجد نحرص أننا نكثر من الصلاة لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة أي صلاة نصليها فريضة أو نافلة؟ أول مسجد الحرام دش الرحام ديج نمز خطر زرقين دكسين ويش ستو جوبا من نمز مكسافر منيش شجا يغباغ والحشكم ستو خطر نمز وشتمي نافي تبصاق نمز وشتمي سنة نمز وشتمي فارز مي جنز نمز مي بسوري على حشبان مني الشجاء غطاغ ويبصاق أو نطوف يا طواف قد شنكو يا طوافر بجرى كعبا مي خوريا غرقب كحنا